الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله الحمد لله. الحمد لله الذي اختص بعنايته أهل طاعته وشملهم برعايته ورحمته وأوعد بالعقاب من خالف أوامره ووصاياه وزاغ عن سنة المرسلين واتبع هواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا وإمام أهل الآخرة. يا زارعا حب النبي بقلبه أسقيت زرعك بالصلاة عليه. هذا محمد ما تشوق عاشق أحدا كشوق العاشقين إليه. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معنا موضع هام جدا. نتكلم اليوم بحول الله سبحانه وتعالى على موضع هام عظيم جدا، ألا وهو بر الوالدين وواجبنا نحوهما. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصل هذا الكلام إلى قلبكم حتى يعرف الإنسان قيمة أبيه وأمه، وحتى يدرك العاق للوالدين أن له وأن عليه حقوق عظيمة تنتظره قبل أبيه وأمه، والحذر كل الحذر من العقوق بهما. فهنيئا لمن رزقه الله الذرية الصالحة. سئل أحد العلماء رحمة الله عليهم، سأله شاب فقال له: يا شيخ، حبيت نعرف أنا هل من الذرية الصالحة أم لا؟
فقال له: شوف نفسك، إن كنت تدعو مع أبيك وأمك في كل لحظة فأنت من الصالحين، وإن كنت لا تدعو إلا قليلا فصلاحك مع الوالدين بقدر دعائك معهما. إذا كنت تدعي مع الوالدين ديالك بزاف فأنت من ذرية الصالحة، وإذا كنت لا تدعو إلا أحيانا وأوقات وتهملهما بالدعاء فصلاحك بقدر دعائك لهما. إذن أيها الإخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. يا معشر المسلمين، يا من له أب وأم في قيد الحياة، فاجتهد كل الاجتهاد مع أبيك وأمك حتى تحظى إن شاء الله برضائهما. وإن كان أبواك قد ماتا وأنت من المرضيين عندهم، فمن اليوم لا تنساهما بالدعاء في كل وقت، فلا تنساهما بين دعائك في كل وقت، فإن حقوق الوالدين علينا عظيم، فإن حقوق الأب والأم علينا عظيمة أيها الإخوة الكرام. وجاء شخص وولد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت لها حقها يا أمير المؤمنين؟ فقال له أمير المؤمنين: والله ما أديت لها حقها أبدا، لأنها كانت تصنع ذلك بك وتتمنى بقائك، وأنت تصنع ذلك بأمك وتتمنى فراقها. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق أيها الإخوة الكرام. مستحيل مستحيل غادي نوصل لدرجة الأبوين، مستحيل غادي نوصلوا لقيمة الوالدين، مستحيل. إن لأم بلغ بها الكبر، كبرت بزاف، حتى لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، إذا أرادت تمشي للخلاء البيت الماء نعبيها على ظهري، وإذا أرادت يعني تمشي تقضي الحاجة ديالها نعبيها على ظهري ونمسح لها ونرجعها إلى مكانها، فهل أديت لها حقها؟ قالوا: لا أبدا، والله والله ما أديت لها حقها أبدا، لأنها كانت تصنع ذلك بك وتتمنى بقاءك، وأنت تصنع ذلك بأمك وتتمنى فراقها. يا ليت لو جات الموت بصرها. هذا هو الفرق. الأم ديالك تعمل لك كل شيء، ولكن كتقول: يا ربي خلي لي ولدي وبنتي. ولكن أنت إذا وقعت في هذه المسألة حتى عبي أمك إلى الخلاء إلى بيت الماء تقضي حوائجها، لأنها لا تستطيع الحركة والسكون أبدا، فإنك تتمنى فراقها. إذن أيها الإخوة الكرام، فرق بين الأب والأولاد أو الأم وأولادها يعني بعيد جدا، لا يمكن للإنسان أن يصل قيمة الوالدين. ولأجل هذا أيها الإخوة الكرام، أيها الشباب العظيم، أيها المؤمنون، أيها المسلمون اللي باقي للوالدين، يغتنم الفرصة ويقبل لهم الرأس ويسلم لهم الأرجول ويطلب منهم الدعاء والرضا حتى يكون إن شاء الله من المرضيين عندهم. اللهم اجعلنا جميعا من المرضيين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الناس منازلهم. المنزلة ديال الوالدين يا إخواني رب العالمين اجعلها في القمة. أنزل الله سبحانه وتعالى الناس منازلهم، فالله سبحانه وتعالى جعل للوالدين منازل عظيمة، وجعل للجار منازل، وجعل للأخوة منازل، وجعل للملك منازل، وجعل للجيران منازل. أنزل الناس كيقول النبي صلى الله عليه وسلم منازلهم. المنازل ديال الوالدين هي في أعلى القمة.
اللي سخطوا عليه الوالدين يا إخواني ما عمرو شي في الربح، واللي رضوا عليه الوالدين فهو إن شاء الله مرضي في الدنيا وفي الآخرة. رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. إذا سخطوا عليك الوالدين فأنت مسخوط عند الله، وإذا رضوا عليك الوالدين فأنت مرضي عند الله سبحانه وتعالى. عرفها مليح. وجعل الله سبحانه وتعالى حقوق الوالدين في أعلى مقام، وجعل الله سبحانه وتعالى الحقوق ديال الوالدين ديالنا علينا في أعلى مقام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أدب أمته وأحسن تعليمها وتربيتها. أحمد الله وأستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله. جعل الله طاعة الوالدين سببا في حبه ورضاه. إذا حبيت يحبك الله وحبيت يرضى عليك الله، كن مرضي عند أبيك وأمك. إذا حبيت يسخط عليك الله وما عمرك شوف الرحمة ديال الله، يسخطوا عليك الوالدين. إذا سخطوا عليك الوالدين فأنت مسخوط عند الله، وإذا رضوا عليك الوالدين فأنت مرضي عند الله. اللهم اجعلنا جميعا من المرضيين عند أبينا وأمنا يا رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير من حفظ الحق لأصحابه. أعظم الناس اللي يحفظ الحقوق للناس لأصحابها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد أعطاه الله سبحانه وتعالى أو أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوق دياله، واجب علينا أن نرعاها وأن نحفظها وأن نطبقها. صلى الله على الحبيب الهادي محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، ويقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا القرآن. الله حكم يا إخواني. وقضى ربك، القاضي الكبير هو الله سبحانه وتعالى، الحاكم الكبير هو الله سبحانه وتعالى. أحكم علينا في القرآن العظيم أنه لا يمكن الإنسان أن تقبل منه عبادة إلا إذا كان يعبد الله يعني حق العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فكل من يعبد إلها غير الله سبحانه وتعالى فعبادته مردودة عليه وغير مقبولة وهو في النار. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الله حكم ألا تعبدوا إلا، ومباشرة يا أخواني شوف ماذا جاء بعد عبادة الله وتوحيده: وبالوالدين إحسانا. حكم الله سبحانه وتعالى على كل إنسان له أب وأم أن يحسن بأبيه وأمه إحسانا كاملا، إحسانا كاملا مع أبيه وأمه، الرضا الكاملة، الخضوع الكامل، التواضع الكامل مع أبيك وأمك. وبالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. راه غادي يجي واحد الوقت الوالدين ديالك غادي يكبروا وغادي يكون عندهم 90 سنة أو 80 سنة، ربما الأب يموت أو الأم يموت، يعني يموت واحد يبقى واحد أو يموت أو يبقى حي بجوج عدامين بجوج. إما يبلغن عندك أيها الإبن الكبار، زمن الكبار، زمن الشيخوخة، زمن يعني الضعف، ما يستطيعوا يديروا حتى شي حاجة، وداك الشخص سكت على التشامير ديالك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحذر أن تقول لهما أدنى وأصغر كلمة تعد من العقوق الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما كتهضر معك وتقول له أف أف، همز همزة والفاء أصغر كلمة في الكتابة وأصغر كلمة في المعنى تعد عقوق للوالدين وهي كلمة أف أف أف.
فلا تقل له ما أف. شكو كاين هيك؟ شكو كاين هنا؟ الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفين، ولا تنهرهما. عندك تزجر يمك، عندك تعصبها، وعندك تعصب الوالد ديالك، وعندك تعصب الأم ديالك، ولا تنهرهما. إذن نهاك الله وأمرك، نهاك وأمرك، فلا تقول لهما أفين ولا تنهرهما. وقل هو أمرك الله سبحانه وتعالى، أمرنا الله سبحانه وتعالى ماذا نفعل مع الوالدين ديالنا. وقل لهما قولا كريما، وقل لهما أيها الأب أيها الابن، سواء كان بن ابن أو بنت، لا فرق بين البنت والابن في الآية الكريمة. وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا، قولا كريما، قولا سهلا، قولا محبوبا عندهم. إياك أن تقول كلمة تغضبهم، إياك أن تقول كلمة تزجرهم. واخفض لهما جناح الذل. يماك تكلمت معك حن راسك، اسمع اش كتقول لك باباك، تكلم معك اسمع اش كيقول لك، وطبق اش كيقول لك باباك، وسلم له الراس وقبل له الأرجول. لأنه سيأتي إن شاء الله في الكلام يعني ماذا فعل أبوك أمك من جهتنا، من جهتنا نحن. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كن رحيما بأبيك، كن رحيما بأميك بأمك، كن متواضعا مع أبيك وأمك في كل الأحوال، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا إذا كان حيين. إذا مات إياك تنساه من الدعاء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تنسى أباك وأمك بالدعاء في كل لحظة. اللي مثول الوالدين الله يجازيكم، اللي يسمع هذه الخطبة من اليوم لا يفطر لسانه عن الدعاء مع الوالدين إلا حينما يكون نائم. في كل ما تفكر أباك وأمك وهما ماتا، يا رب اغفر لهما وارحمهما. وقل ربي اغفر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن أبي وأمي هما اللي ربوني وكنت صغير، وهي اللي رضعتني، هي اللي أعطتني الأب اللي خدم وتعب وشقى، هو اللي كان كيوكلني وشربني ويكسيني، والأم كذا رضعني وحملت وأرضعت وتعبت من أجلي. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، هدى الناس بفعله كما هداهم بقوله. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، لازلنا نتحدث إن شاء الله عن الأبوين. قال الإمام رحمة الله عليه: أيها الإخوة المسلمون، أيها المسلم، والداك سبب وجودك. أيها المسلم، الأب ديالك والأم ديالك هما سبب وجودك في هذه الأرض. لولا أبوك ما كنت أنت ولا أنا ولا هذا المجمع كله. السبب في وجود ديالنا شكون؟ الأب والأم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج شوية من الأم وشوية من الأب، يخرج من بين الصلب هذا الولد هذا، لا هذا كلنا كنا أولاد، ما يخرجنا الله سبحانه وتعالى من بين الصلب ومن ترائب المرأة. يخرج هذا الإنسان، يخرج هذا الإنسان، أخرجه الله من صلب أبيه وترائب أمه. كيقول العلماء رحمة الله عليهم: ترائب جمع تير، وهي عظام صدرها، ذاك الماني اللي أمشاج ومخلط باش كونك الله سبحانه وتعالى وربك في بطن أمك 9 أشهر، وهو الله سبحانه وتعالى أوجدك بسبب لا بد من الزواج الذي رضيه الله سبحانه وتعالى، الزواج الحقيقي، الزواج الحلال، الزواج الإسلامي. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى أوجدنا من صلب أبينا ومن ترائب أمهاتنا. إذن فأولا، إذن الوالد، الوالد
الأب والأم هما السبب في وجودك أيها الإنسان، وهما أصل حياتك. لو هذا الأم يعني ولدتك وطرحتك غادي تموت، ولكن شكون ربك؟ شكون رضعك؟ شكون عطاك الطعام بعد الانفصام عن عن الرضاعة؟ الأم والأب، الأم والأب، الأم والأب، وأصل حياتك. يحفظانك برعايتهما ويتعهدانك بالتربية والتهذيب. كربيك الأم كيربيك الأب. أبني ما قلش هذه، قل هذه، ما نكونش، كن مزيان، كن صالح، كن كذا، نرجعك للجامع، نقرأ القرآن، التعلم، ما شاء الله، كل شيء هالشيء من قبل أبينا وأمنا. أمك أيها الولد حملتك في بطنها جنينا حال 9 أشهر، وبرغم آلام الحمل كانت فرحة بك قبل ولادتك، رغم الآلام اللي كانت كتألم من أجلك في بطنها والركدة اللي كانت ركض فيها، هي كانت فرحانة عند الصح غادي شهوة فلاني غادي تزيد، فرحانة وهي كتألم في بطنها من أجلك. ولدك ورضعتك ووضعتك وليدا بعد 9 أشهر، وضعتك وليدا صغيرا. ومهما تقاسي هذه الأم من آلام الوضع فإنها تنسى عذابها برؤية وجهك. رغم 9 أشهر من الآلام، فحينما ولدتك وصارت وصرت في حجرها ولقمتك ثديها وأرضعتك من لبنها، كان ذاك الآلام 9 أشهر كله انتسى، تنسى عندها. علاش؟ فإنها تنسى عذابها بمجرد ما تشوف وجهك في حجرها. هذه هي الأم، هذه هي الأم أيها الأخوة الكرام. ومهما تقاسي من آلام الوضع فإنها تنسى عذابها برؤية وجهك. وغذتك أمك بلبنها 9 أشهر أو حولين كاملين سنتين رضيعا لا تأكل شيئا إلا اللبن ديالها. وحفظتك فطيما بعدما انفصلت عن الرضاعة، هي كتدبر في المكلة اللي كتناسبك باش نعطيها لك. هذه هي الأم. والله يا إخواني المسخوط لا قيمة له، والله يا إخواني اللي يعرف هذا الكلام وما يعرفش قيمة أبيه وأمه راه يعني مطروش، يعني صم، يعني من الأذنين لا عقل له، والله لا عقل له أبدا. الإنسان اللي يشوف ويعرف القيمة دي ما هو ضباه، ويشوف روحه يراجع روحه داش كي يعمل مع أبيه وأمه في الدار. نتمنى أن تكونوا إن شاء الله وأن نكون جميع من المرضيين عند الوالدين ديالنا. ولكن إذا كان شي واحد كيسمع هذا الكلام وكيف فهمه، فهو ليس كلامي وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. أما العلماء غا كيشرحوا لنا يعني الآية ديال القرآن وكيستلبطوا يعني الكلام يعني مواسي وموازي للقرآن العظيم. إذن هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنها نعم وحفظتك فطيما، تسهر أمك لمرضك، تسهر لمرضك. إذا كنت صغيرا مريضا فإنها لا تنام أبدا. علاش؟ لأن ولدها مريض، لأن ولدها كيبكي، ولدها كيغوت، ولدها ما عرفاش إذاش كيحرق له. والله لا تنام أمك ما دمت أنت تبكي، والله لا تنام أبدا. هذه هي الأم يا إخواني، متخوفة لا تنام، متخوفة عليك أش كي حرق ولدي، داش فيه ولدي، داش فيه ولدي يا ربي، وتدهلك بالزيت وتصمتك وتدرعك وتزيرك وتقبلك، ما عرفاش إيش نفعل. علاش ليلة كاملة ما نعستيش؟ كاين شي حاجة نعس وتخليك تبكي؟ مستحيل، مستحيل يا إخواني، مستحيل. هذه هي الأم. الله يعبنا وإياكم في رضاهما. وللكلام إن شاء الله بقية، ربما إن شاء الله في الجمعة المقبلة إن شاء الله نكمل عليه يا رب العالمين. والله يا إخواني كلام مهم جدا 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 جدا. نحن إن شاء الله سنتكلم على استقبال رمضان، ولكن باقي لنا الأوقات، باقي لنا الجمعات كثيرة إن شاء الله 3 أو 4. استقبال رمضان غادي نتكلم عليه إن شاء الله من يقرب إن شاء الله رمضان غادي نقبل. ولكن والله أعظم يعني موقع وأعظم درس، وهو نشوف الوالدين ديالنا، نشوف واش كنعملوا مع الوالدين ديالنا من اليوم فصاعدا. اللي عنده أدنى مشكل مع أبيه وأمه يمشي من اليوم إلى كيفهمني، إلى كيفهم هذا الكلام، واش يفهمني أنا غا وسيلة فقط. إذا كيفهم هذا الكلام يمشي الإنسان اللي كيعمل مشكل مع يماه وباه ويقول له أبي أنا اليوم عرفت، أنا اليوم عرفت. واللي ما عرف شيء واللي عرف كلامي
الله يجازيكم مصروه يا الاخوان اللي كترجموا بالهولنديه الاخوان اللي ما عرفوا والو من هذا الكلام ديالي، هذا هو اللي كاين. الله يجازيكم، ونطلب الله سبحانه وتعالى ان يسقي يعني بعضنا بعضا ان شاء الله بالعلم والفهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعن الانصار والمهاجرين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، اللهم انفعنا بمحبتهم، اللهم انفعنا بمحبتهم، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قام الله ودنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووصينا الإنسان بوالديه، حملت أمه وهنا على وهن
وفصاله في عامين، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. بسم الله. بسم الله. Vandaag preekte de imam over de plicht van een ieder om goed te zijn voor zijn ouders. In Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa en Surat al-Isra worden twee zaken heel vaak benadrukt. De eerste is dat wij Allah alleen moeten aanbidden. En de tweede is dat wij goed moeten zijn voor onze ouders. Birrul walidain. Ook onze profeet, sallallahu alayhi wa sallam, leert ons hoe belangrijk onze ouders zijn. Een man kwam naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en vroeg hem: O boodschapper van Allah, wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap? En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, antwoordde: Jouw moeder. En de man vroeg: En daarna? Opnieuw: Jouw moeder. En de man vroeg: En daarna? En opnieuw was het antwoord: Jouw moeder. En toen de man het voor de vierde keer vroeg, antwoordde de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Je vader. En een andere keer kwam een man naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en vroeg hem om toestemming te vragen om te strijden in de jihad, in de oorlog. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: Leven jouw ouders nog? De man zei: Ja. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Dan is jouw jihad met hen. En in een andere gebeurtenis die hierop lijkt, kwam een man naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zei: O boodschapper van Allah, ik ben van plan om mij aan te sluiten bij de jihad en ik wil graag uw advies. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Heb jij een moeder? En hij zei: Ja. En daarop antwoordde de profeet: Blijf bij haar, want het paradijs ligt onder haar voeten. Weer een andere keer sprak de profeet met een man die de hijra had verricht. Hij was vanuit Jemen gekomen om te wonen en te leven bij de moslims. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg hem: Leven jouw ouders nog? De man antwoordde: Ja. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei toen: Wil jij beloond worden met het paradijs?
De man zei, ja natuurlijk. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, ga terug naar het land waar je vandaan komt. En wees goed voor jouw ouders. Want jij hebt het paradijs achtergelaten in Jemen. Wij leren hieruit dat goedheid jegens de ouders ontzettend belangrijk is. Zelfs belangrijker nog dan de jihad of de hijra. De ouders verdienen een goede behandeling, omdat zij een zware verantwoordelijkheid dragen voor hun kinderen. Met name onze moeders. Zij droegen een zware last. Zij heeft als moeder voorrang op de vader, want zij is degene die haar kinderen met pijn en moeite heeft gedragen. Zij heeft haar kind ter wereld gebracht en gevoed. En wat is dan een goede behandeling van de ouders? In de eerste plaats gaat het om gehoorzaamheid, respect en dienstbaarheid aan de ouders. Men moet zijn ouders regelmatig opzoeken en goede omgangsvormen en zorgzaamheid betrachten. Vooral wanneer zij de ouderdom bereiken en afhankelijk zijn van de hulp die ze krijgen van hun kinderen. Men kan dua voor zijn ouders doen en hen financieel ondersteunen. Een man vroeg aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is er een mogelijkheid om goed te zijn voor de ouders als ze al zijn overleden? En de profeet antwoordde, ja zeker, verricht smeekbeden voor hen, dua. En vraag Allah om hen te vergeven voor hun zonden. En ga ook regelmatig op bezoek bij de familie en vrienden van je ouders. Ongehoorzaamheid aan de ouders, uquq, wordt beschouwd als een grote zonde. Je bent al in overtreding als je tegen je ouders zegt, oef. Een klein woord. Wat te denken van schreeuwen of schelden, of zelfs het gebruik van geweld. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, tot de grote zondes behoren het toekennen van deelgenoten aan Allah, ongehoorzaamheid jegens de ouders, het plegen van moord en het afleggen van een valse getuigenis. Zo belangrijk is het om goed te zijn voor je ouders. Het is dus duidelijk hoe belangrijk onze ouders zijn en ook welke rechten hen toekomen. En wanneer wij op een goede manier met hen omgaan, zullen wij merken dat ons bestaan gezegend wordt met liefde, genegenheid en vriendschap. En in het hiernamaals zullen wij het paradijs betreden, insha'Allah. Wij vragen om ons en onze ouders te vergeven en ons toe te staan om te behoren tot de bewoners van het paradijs. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.